وسلامه عليه بأعلى أعلى أعلى أصواتكم. أيها الحفل الكريم، لحظات ونبدأ وإياكم بمراتب مهمة جدا. مهرجان عيد الغدير المركزي الثاني في بغداد، بغداد الكاظمين الجوادين، بغداد الإمامين الهمامين. لسلامة مولانا صاحب الأمر، صلوا على محمد وآل محمد. الرجاء منكم جميعا، الرجاء منكم جميعا البقاء في أماكنكم، الرجاء منكم جميعا الإنصات لما سيقدم باسم أمير المؤمنين في هذه اللحظات، الرجاء منكم جميعا أن تكونوا معنا أنتم بهدوئكم وإنصاتكم وإنجادكم معنا في الفقرات، ونحن إن شاء الله بما سنخدمكم به أخواتي الكرام يعني حياكم الله باسم علي صلوات الله وسلامه عليه. أفلح من صلى على محمد وآل محمد. لا مو شهيدة الزهراء صلوات الله عليها. اليوم كان للنبي صلى الله عليه وآله موقف آخر. اليوم
اليوم نحن معكم بعد أكثر من 1000 سنة لنكون في مرحلة ولاية جديدة، ولادة الأرواح الموالية العامرة حبا بمحمد وآل محمد. أيها المجتمعون، أيها المؤمنون، يا هوية العراق وبغداد، يا هبة السماء لهذه الأرض، حياكم الله وبياكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله، ونحن وإياكم في موقف عز آخر، في وقفة شرف أخرى. كان لنا موعد في الأعوام الماضية، في العام الماضي تحديدا، وفقنا الله بأنفاس الصديقة الشهيدة الزهراء بين مهرجانات واحتفالات هنا وهناك على عظمتها، إلى أن كنا في العام الماضي في مهرجان عيد الغدير المركزي الأول في بغداد. هذه السنة مع النسخة الثانية، أملنا أن تكون النسخة القادمة، وصاحب الأمر فينا لسلامته صلوا على محمد وآل محمد. أرى أن الأصوات فيها طاقة أكبر. نحن اليوم في بيعة لا بأس بثانية بأعلى أعلى منها. ولا بد من ثالثة تناسب وتلائم هذا الجمع الذي قدم ليبايع علي. صلوا على محمد وآل محمد. شكرا إخوتي أخواتي جميعا، حياكم الله. الحضور الكريم جميعا مع الاحترام الكامل وحفظ الأسماء والألقاب والمقامات، حياكم الله جميعا. المشاركين المساهمين، أنا شخصيا أكتحل بتراب أقدامكم. يا من قدمتم لتدخلوا السرور على قلب الصديقة الشهيدة الزهراء، حياكم الله. نبض القلوب يأتي مع علي، الجنة بيد علي، الحب لعلي، الحياة لعلي. علي علمنا درس الحياة، حياكم الله جميعا. الأخوة الأخوة الأخوة، رجاء رجاء منكم جميعا، لدينا فقرات مهمة، رجاء منكم الإنصات حتى تكتمل صورة بيعتنا لعلي صلوات الله عليه. لحظات ونكون مع قرآن يتلى. وأي قرآن يتلى؟ يتلى بحب علي، مع القرآن الكريم لبداية حفلنا هذا. إخوة إخوة أخوات جميعا، مع الحبيب القارئ الحاج همام عدنان، حياك الله. استقبلوه بالصلاة على محمد وآل محمد. يا الله، السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا
فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون صدق الله أحسنتم جناب الحاج صدق الله العلي العظيم صدق رسوله الكريم محمد صلى الله عليه وآله من جديد حياكم الله أيها الحفل الكريم تزداد القلوب حبا بأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه آيات القرآن التي رفعت جعلت فينا شوقا لخفقات شيء آخر أو شيء آخر سيرفع راية الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه تخفق فينا عالية ترفع بيننا مباركة ومباركة لهذا الجمع الإيماني العظيم رددوا معي السلام عليك يا أمير المؤمنين السلام عليك يا أمير المؤمنين اجعلوها شعاركم الأعلى السلام عليك يا أمير المؤمنين اسمعوا
عليكم إخوتي أخواتي الحضور الكريم جميعا. ها هي راية أمير المؤمنين ترفع في بغداد الكامرين الجوالين. لبيك يا علي، لبيك يا علي، لبيك لبيك يا علي. الآن مع الكلمة المركزية لمهرجان عيد الغدير المركزي الثاني، يتفضل بإلقائها وتقديمها سماحة السيد محمد حسين العميدي، فليستقبل بصلاة على محمد وآل محمد بأعلى أعلى أصواتكم. لا بأس بالثانية بأعلى منها. الثالثة حبا بأمير المؤمنين. رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها المؤمنون الكرام ورحمة الله وبركاته. باسمي واسمكم نرفع أسماء آيات التهنئة والتبريكات إلى مقام مولانا وإمامنا صاحب العصر والزمان الحجة المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف بهذا العيد المبارك، عيد الغدير الأغر، عيد الله الأكبر. وأتقدم إليكم وإلى المؤمنين كافة في مشارق الأرض ومغاربها، وفي مقدمتهم علمائنا الأعلام ومراجعنا الكرام بأطيب التهاني وأزكاها بمناسبة هذه الأيام المباركة، أيام ولاية أمير المؤمنين عليه السلام، التي بدأت بأريج الغدير، التي بدأت بأريج الغدير وتمسكت بعطر المباهلة، واختتمت بالصدق بالتصدق بالخاتم الذي جعله الله تعالى أمارة لنا على تعيين ولينا وإشارة لنا إلى وجهة طاعتنا، ألا وهو علي عليه السلام. أيها المؤمنون الكرام، اعلموا أن تمسكنا بعروة الله الوثقى إنما قد أخذناها من كتاب الله تعالى، لا بهوى أنفسنا ولا باختيارنا، فقد أنزل الله تعالى في السنة السابعة للهجرة آيات مباركات في سورة النساء، وكان منها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فكان في كلام الله هذا نبراس هدى لنا وطريق نجاة ينجينا إذا ما اشتبهت الأمور علينا واختلط الحق بالهوى فينا. وقد توفي رسول الله صلى الله عليه وآله فوقعت الفتنة وأزفت المحنة، فقال الأنصار:
نحن أولى بالأمر بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، فنحن قد آويناه ونصرناه. وقال بعض المهاجرين: نحن أولى بالأمر منكم، فنحن عشيرته ورهطه وقبيلته وقومه، فتنازعوا في الأمر واختلفوا فيه، وقد أدلى كل طرف برأيه، وأشار كل حد بقوله في يوم السقيفة. فإذا كان الحال كذلك، وقيل لنا أنا وأنتم: ما أنتم قائلون في هذا الأمر؟ ما هو رأيكم في هذه المسألة؟ قلنا: قولنا هو أمر الله تعالى، فالدين دينه، والشريعة شأنه، والقضاء قضاؤه، والأمر أمره. قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرًا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالًا مبينًا. فرجعنا إلى كتاب الله نستشيره، وإلى قرآنه نستنيره، وإلى كلامه نستنطقه. فذكرنا قول الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك أحسن، ذلك خير وأحسن تأويلا. فقال تعالى في سورة الأنفال: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. وقلنا: يا ربنا ومولانا، قد تنازع الناس بعد نبيك صلى الله عليه وآله، ونحن عبيدك الطاعون لك، فمن تأمرنا أن نتبع ونطيع؟ فسمعنا قول الله تعالى ناطقا في كتابه مرة أخرى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فتوجهنا إلى الله نستنطقه مرة أخرى، فقلنا: يا ربنا ومولانا، ومن هم أولي الأمر منا؟ فسمعنا قول الله تعالى في سورة المائدة: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. وما عرفنا ولا سمعنا أحدًا قد تصدق وهو في الصلاة راكع سواك يا علي، فعرفنا أنك ولي الله الذي أمرنا الله بطاعته. وإذا كانت طاعته طاعتان، فقال الله تعالى: أطيعوا الله طاعة، وأطيعوا رسوله وأولي الأمر منكم طاعة أخرى. فهمنا منها أن أولي الأمر هم نفس رسول الله. أطيعوا رسول الله وأطيعوا الله وأطيعوا رسوله وأولي الأمر منكم، فهم نفس رسول الله. ولم نعلم أن لرسول الله نفساً إلا علي عليه السلام، إذ نص القرآن على ذلك: فلم يدع رسول الله يوم مباهلة نصارى نجران من الرجال غير علي من الرجال. قال تعالى يحكي ذلك في سورة آل عمران: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم، فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فأطعنا نفس رسول الله وهو علي. فثم توجهنا ثانية إلى من أمرنا بالرجوع إليه إذا تنازعنا، وهو رسول الله. فسمعناه ينادي في الناس رافعًا صوته آخذًا بيد علي وهو يقول: من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه، وعادي من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله. فأطعنا رسول الله في علي عليه السلام. فلما أكمل الله لنا دينه وأتم علينا نعمته كمل إيماننا، وحمدنا الله على إنعامه عليها علينا، واكتمل شهادتنا لله تعالى بالعبودية ولنبيه ووليه بالسمع والطاعة. فإنا نشهد أن لا إله إلا الله
وحده لا شريك له، وأن محمدًا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، عبده ورسوله، وأن عليًا ولي الله وأخو رسول الله ووصي نبي الله ووزيره. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كلٌّ آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحدٍ من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرًا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بصلاة على محمد وآل محمد نتقدم بالشكر الجزيل إلى سماحة العلامة الفاضل سماحة السيد محمد حسين العميدي دامت بركاته، حيوه بصلاة ثانية على محمد وآل محمد. جو البيعة لأمير المؤمنين صلوات الله عليه ياخذنا إلى بيعة أخرى لعلي. مبايع أمير المؤمنين ومبايع بقية أمير المؤمنين في هذا الزمن، لا أقصد الإمام الحجة، نبايع مرجعنا سيدنا قائدنا سماحة السيد السيستاني، تاج تاج على الرأس سيد علي السيستاني. مو قوية، أعلى أعلى أعلى. وين الصوت؟ لحظة لحظة لحظة، خليني واحد خليني واحد. تاج تاج على الرأس سيد علي السيستاني. ايه ايه، هذا الحماس العلوي. هسه نردد مرة ثانية بس بالنيابة عن الشهداء، شهداء الفتوى، قادة النصر، شهداء الحشد، شهداء القوات الأمنية، تاج تاج على الرأس سيد علي السيستاني. ايه ايه، أعلى. أعلى 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 أعلى. همو قبول، أعلى أعلى، صوت أعلى. تاج تاج على الرأس سيد علي السيستاني. حياكم الله. طبعا أقدر هذا الحماس، كل الحب والتقدير لحماسكم لأصواتكم. أعيرون هدوءكم لحظات، من بعدها أكو فقرات خاصة بيكم، نحتاج صوتكم، نحتاج ردتكم، نحتاج حماسكم. كنا اليوم باحتفال لأمير المؤمنين، الآن مع شعارات الجهات المنظمة المشاركة والمساهمة في مهرجان عيد الغدير المركزي الثاني في بغداد، أريد منكم صلاة على محمد وآل محمد بأعلى أصواتكم. الله يحفظكم. طبعا الشعارات هي لمجموعة من الجهات الساندة المشاركة المساهمة في إنجاز هذا العمل العلوي الولائي العظيم. نبدأ ببصمة الحب والود، بصمة البيعة لعلي، شعار هو شعار البيعة لعلي، شعار مهرجان عيد الغدير المركزي الثاني في بغداد. فليستقبل الشعار بصلاة على محمد وآل محمد. ديوان الوقف الشيعي،
الدائرة التي تعنى بالكثير من المحافل والأمور الأخرى المتعلقة بمحمد وآل محمد، العتبة العلوية المقدسة، أرض علي صاحب الذكرى، العتبة الحسينية المقدسة، عطر الولاء والفداء. ونتوقف عند الفداء لتكن شعار العتبة العباسية، أو ليكن شعار العتبة العباسية منطلقا لبيعة أخرى. يا علي يا علي، هذه يا علي الثالثة إكراما لكاظمي الغيظ، شعار العتبة الكاظمية المقدسة. ثم ننتقل إلى سامراء، سامراء العسكريين، سامراء السيدتين الطاهرتين، سامراء الحج بن الحسن، لنكون مع المراقد والمزارات، الدائرة التي لها ما لها من وقفة ضمن الأداء الرصين لديوان الوقف الشيعي، لنقف عند الجهة التي كان لها ما كان، القبس. القبس كإشراف، وهي أوت المواكب كتنظيم. القبس قبس نور من محمد وآل محمد، وصلاة منكم على محمد وآل محمد. الشكر والتقدير لكل من ساهم، هيئات بغداد، المواكب، لكم إخوتي أخواتي الحضور جميعا. وما هي إلا لحظات لنكون وإياكم وقصة جديدة لبيعة أمير المؤمنين صلوات الله عليه. كثير من الأخوة والأخوات الجالسين كلكم علم بما يجري، وكلكم قارين ودارسين، أنا أقلكم شأنا، لكن لا بأس باستذكار ما جرى يوم الغدير. كيف جرى؟ أين جرى؟ متى جرى؟ سنكون وإياكم وعرض مسرحي خاص ببيعة أمير المؤمنين. أرجو منكم رجاء أخويا، إخوتي أخواتي الحضور جميعا، أرجو منكم أن تعيروننا هدوءكم، لأن العرض المسرحي الذي إن شاء الله هو من جانب إن شاء الله يليق بحب علي صلوات الله عليه، فهو من جانب آخر هو لخدمتكم، وحتى تكون القضية منمقة إعلاميا بشكل أجمل. لحين أن يكتمل تجهيز العرض المسرحي، أريد منكم صلوات على محمد وآل محمد. لبيك يا علي، لبيك يا علي، لبيك يا علي، لبيك يا علي. السنة العاشرة للهجرة، في طريق العودة أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحد المسلمين أن ينادي بالناس تجمعوا. بس شوية، قفوا جميعا في أماكنكم ولا تتحركوا، أعلم أن الشمس حارقة والكل يعاني، لكن رسول الله صلى الله عليه وآله سيوجه إلينا جميعا خطابا هاما. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. أدعوكم جميعا لتقوى الله، ألا أدلكم على ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. أيها الناس، إني تارك فيكم وديعتين قيمتين ثقيلتين،
إحداهما القرآن الكريم، والأخرى عترتي أهل بيتي. القرآن والعترة، القرآن والعترة، القرآن والعترة. يقول الحق: إن القرآن وعترتي في يد، وهلاككم في اليد الأخرى. الله مولاي وأنا مولى المؤمنين، ألا من كنت مولاه فهذا علي مولاه. اللهم وال من والاه، وعادي من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله. اللهم وال من والى، وعادي كل من عادى علي. أيها الناس، الحق دائما مع علي، وعلي مع الحق، وعلي مع الحق. يناديهم يوم الغدير نبيهم بخم وأسمع بالنبي مناديا، فقال: فمن مولاكم ونبيكم؟ فقالوا: ولم يبدوا هناك التعاميا، إلهك مولانا وأنت نبينا، ولم تلق منا في الولاية عاصيا. فقال له: قم يا علي، فإنني قضيتك من بعدي إماما وهاديا، فمن كنت مولاه فهذا وليه، فكونوا له أتبع صدق مواليا. هناك دعا: اللهم والي وليه، وكل الذي عادى عليا معاديا. لبيك يا علي، لبيك يا علي، لبيك يا علي، لبيك يا علي، بايعناك يا كرار جينا نجدد البيعة، 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 بايعناك يا كرار جينا نجدد البيع، بايعناك يا كرار جينا نجدد البيع، بايعناك يا كرار جينا نجدد البيع. لبيك يا علي، لبيك يا علي، لبيك يا علي، لبيك يا علي. أعلى 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 صوت يوصل لأمير المؤمنين. لبيك يا علي، لبيك يا علي، لبيك يا علي. وتخيلوا، تخيلوا أنكم الآن عند أمير المؤمنين. ماذا ستخاطبون أمير المؤمنين؟ نقف ونقول: لبيك يا علي، المهرجان والاحتفال حي بأنفاس الصديقة الشهيدة الزهراء،
حي ببركة صاحب الأمر، حي بالرعاية المباركة والحضور الكريم، حي بكم إخوتي أخواتي، منهاجنا حافل وقفاتنا لكم. لدينا القصائد، لدينا الأوبريتات، لدينا الإنشاد، لدينا الكثير من المفاجآت، ولدينا أيضا إعلان عن فائزين في مسابقات. أخواني، أريد منكم الآن بيعة أخرى لعلي وبيعة أخرى لحفيد علي، تاج تاج على الرأس سيد علي السيستاني. أعلى 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 أعلى، وين الصوت؟ سنكون وإياكم بعد دقائق مع الحبيب، مع صاحب كلمة لها وقع شعري آخر. سنكون وإياكم إن شاء الله مع الشاعر إيهاب المالكي بعد دقائق، ولدينا الكثير الكثير من المفاجآت، لدينا الكثير الكثير من المشاركين. أين صلواتكم على محمد وآل محمد؟ بعدها عقول بعض الوادي محجار، حياك كلام محب علي يشوفونا خلة، اللي يسألني ليش تحب أبو حسين ترى حق منظل حاير شقله، صدق كل حكي الإغريق عصيت وقبل يعقل حكي الأسطورة كله، وبس قلت لعلي علي علي قال لاقى فرجوك قبل لا تحكي كل شي الطين ادله، يجب بالي الحكي يجب بالي الحكي واسكت خاف زود الطين بله، هسه العده زلت سولف وياه لكن تلقى واحد رغم كل هذا قلت ارد اعرف شبيه، يقينا بالمشاعر عده خله، ضحك من قلت له على البسمار والباب وبكى هوايه الحذاء السندرله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اسال الله ان يجعلنا واياكم دائما من السائرين والثابتين على نهج علي وآل علي. علي والله وحقك ما مبالغ بيك، بس يبتلي بنادم لو حكى بعشقه، حكيت بالوصف تفهمهن العقال والبي منطقية العاقلي صدقه، انا سولفتك وما قلت كل البيك مثل القرح شايب نصلف ورقة، كل القلته انك فكرتي وفحواي واسراري ويقيني ومبدئي وعمقه وايماني وضميري وراحتي من احتار بيك، والقى فكر بعالمك يشقى يلي بكف اليتيم يصير كفك ماي، يا بيرغ الرأفة ومعجم الرقة، وبنفس الوقت انت بترد الجيش من يشرد الكل وانت بس تبقى ما غاليت، بس هو الصدق انت الصراط المستقيم وعروة الوثقة، ما مجبورة تذب حتى الظفلان، واقبل ويا غيرك تنعقد صفقة وانت بتعبد من الليل ليل الليل، طوعت وحييت وجسدت نطقة، من اريد اقراك يركض لك بلهفة الصوت من حنجرت لاسمك غير تتسبقى، احبك وابقى سولف يا علي بطاريك لا تختلف بي 17 فرقة، علي مو ملك واحد علي كل انسان، وبغض النظر عن دير تولونه اقراه بس عقب ما تقرا رد اقراه، حالات الفاهمة ومن عن مضمونة ثرب خلقة أو قوي النصرار، بسم الله أخذ من ضي محمد هال تولونة، علي العادل العاشم راية للميزان بيفرد قعدته
ويعدل متونه قبل موته يعرف شتاله ومدنيه ما سمع الجانح جاي تخشونه قبل موته يعرف شتاله ومدنيه ما سمع الجانح جاي تخشونه علي العاشق الفارش ورد للزهراء من باب الجفون الاخر عيونه رعدت من مشيته وغيم هلتم يبو القلب الشبير الشايل الهم رعدت من مشيته وغيم هلتم يبو القلب الكبير الشايل الهم علي والقوه درعك حمل الاسلام مثل موسى لما القوه في اليم يا شراي المواقف يا شراي المواقف اول السم اول السم ما تسأل عليها بيش وش جيم غيور ومن نمت بفراش بيموت ما تشبه فزعتك كل ابن عم يدخل للحرب يتفقدك وين يدخل للحرب يتفقدك وين ما يتطمن على الجيش ما لم يصد لك تنتظر من عدة لعاز ومباشر وبوقتها يصيح لك سم اذا قال لك قتال الجواب تم اذا قال لك قتال الجواب تم جهو النصر القاس بالكم يا فارس بينزل من الدين واللين اللي بوقت الامزام اطلع لهم فم يا المترفع على القيل والقال يا زلمة الماتش متسمى على النم تبرئ ذمته ليعنيك بالذم تبرئ ذمته ليعنيك بالذم هو انت لهالحثالات تهتم تبرئ ذمته ليعنيك بالذم هو انت لهالحثالات تهتم كنت تزرع لتالي بقاع الاسلام وحواليك المناية ملونة بدم وعرفت الحق قبل لا ياخذ ابعاد ومساحة وينعرف بالنظرة والشم زرعت زرعت وبينت هاي المحاصيل هاي المحاصيل تحت قبة ضريحك كلها تلتم صلوا على محمد وآل محمد ثلاث مرات بأعلى أعلى أصواتكم سعيدة كل عام وانت بخير أسأل الله أن تكون كلماتك مسجلة دائما عند أمير المؤمنين موفق لك أستاذ شكرا أستاذ الله يحفظك أستاذ حبيبي الله يحفظك شكرا جزيلا لكم أخوتي أخواتي حياكم الله من جديد حياكم الله أيها الحفل الكريم لا بأس بصلاة على محمد وآل محمد بأعلى أعلى أصواتكم الأخوة الأفاضل الأخوات الفاضلات شكرا وتقديرا لحماسكم هذا الحماس العلوي لكن القادم من الفقرات تحتاج أن تعيروننا هدوءكم كما عودتمونا في الاحتفالات شكرا لهدوئكم شكرا لإنصاتكم مقدما بعد لحظات سنعيش وياكم قصة أخرى هي قصة أوبريت من إنشاد مجموعة من منشدي وخدام الحسين في بغداد هذا الأوبريت سيحكي لنا رواية ولاية أخرى أو ولاية أخرى لأمير المؤمنين صلوات الله عليه يتقدم خدام الحسين فاستقبلوهم تباعا بالصلاة على محمد وآل محمد السيد علي الموسوي السيد رعد الياسري
علي لبيك يا علي لبيك يا علي الله 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 لبيك يا علي الله لبيك يا علي